الكرام ومستمعينا الافاضل نتواصل، وهذه انطلاقه جديده، ولكن نذكر بمن فازت بالمركز الثالث هي الشاهينيه المملوكه لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري. نهنيه على فوز الشاهينيه وتحقيقها بالمركز الثالث في الشوط الماضي، وهو الشوط مشاهدينا الكرام السادس عشر. بينما ننتقل مشاهدينا الكرام ونتعرف على المركز الاول ومن تحتل المركز الاول. اذا نتعرف اياكم على المركز الاول مشاهدينا الكرام ومن تحتل المركز الاول في هذه اللحظه. اللي تحتل المركز الاول مشاهدينا الافاضل، تحتل المركز الاول مشاهدينا الكرام الفائزه للسيد فرج بن ناصر بن حفيظ آن نابت. المركز الثاني مشاهدينا الكرام تصلنا في هذه اللحظات، وصلت البراقة، تعود ملكيتها لراشد بن محمد بن صالح بن كبيدة المري، هي من تحتل المركز الثاني. بينما ننتقل للمركز الثالث، المركز الثالث شعار بن شريم مع العفريت لفيصل بن طالب بن شريم المري، وهنا في المركز الخامس من تحتل المركز الرابع وليس الخامس مشاهدينا الكرام. المركز الرابع تصلنا فيه مسناد مشاهدينا الكرام للسيد حمد بن صالح بن جرحب، هي من تحتل المركز الرابع مسناد. بينما ننتقل الى شعار بن قطامي، يبدو لي مشاهدينا الكرام من واقع الشعار الطائفه للسيد مبارك بن محمد بن قطامي المري. اذا اوعدكم باسماء لمحن دخولها مشاهدينا الكرام، هنا 34 بكره مشاركه بشعار ملاكها هنا في هذا الشوط. نعود الى مقدمه هذا الشوط والى الصداره هناك مشاهدينا الكرام، يا سلام هناك المقدمه مع الفائزه للسيد فرج بن ناصر بن حفيظ النابت، يا سلام الله. ولكن هنا الخطوره مشاهدينا الكرام من اللي تتجاوز في هذه اللحظات من اسناد، تعود ملكيتها العفريت مشاهدينا الكرام، تغير مجريات هذا الشوط لفيصل بن طالب بن شريم المري. ولكن هنا في المركز الثاني من تحتل المركز الثاني مسناد للسيد حمد بن صالح بن جرحب، هي من تحتل المركز الثاني. ننتقل ونتعرف على المركز الثالث هناك من الجانب اليمين مشاهدينا الكرام، تصن العنود للسيد متعب بن عبد الله آل فهيدان، هي من تحتل المركز الرابع واراها تتسلل وتغير مجريات هذا الشوط. بينما ننتقل للمركز الخامس، المركز الخامس عند بن عقيل مشاهدينا الكرام، اسياد لجار الله بن محمد بن عقيل، هي من تحتل المركز الخامس. نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط، أرى شعارات قادمة مشاهدينا الكرام، أرى كذلك مما لا تراه الأعين، ولكن نعود إلى مقدمة هذا الشوط. الصدارة يا سلام، أسياد تتسيد الجميع مشاهدينا الكرام، جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن هنا في المركز الثاني العفريت لفيصل بن طالب بن شريم الذي شاهدنا شعار ما قبل الشوط الماضي وكان له حضور مميز. بينما هنا في المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام العنود للسيد متعب بن عبد الله آل فهيدان، وهنا في المركز الرابع كذلك من مسناد للسيد حمد بن صالح بن جرحب، وهنا في المركز الخامس اول نداء اللي تصلنا في المركز الخامس لمزنة لعبد الهادي بن ناصر آل شايق، مزنة لعبد الهادي بن ناصر آل شايق، أراها تقترب وأراها تتدخل في هذه اللحظات وتنتقل من المركز الخامس إلى المركز الثالث وعينها على مقدمة هذا الشوط. بينما نعود مشاهدينا الكرام هناك مع شعار بن عقيل وشعار فيصل بن طالب بن شريم، يا سلام. ولكن بن شايق قادم لا محالة، يا سلام. ولكن العفريت مشاهدينا الكرام أراها تقترب من خط النهاية، وهنا كذلك بن شايق أراه كذلك يتحرك في المركز الثاني مع مزنة عبد الهادي بن ناصر آل شايق، أراه في المركز الثاني. ولكن العفريت يا مشاهدينا الكرام، العفريت تفرض السيطرة مشاهدينا الأفاضل في مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله ما شاء الله، العفريت أيها الإخوة ها هي تحصل على ناموس هذا الشوط. تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم على فوز العفريت المركز الثاني، وصلت في مزنة لعبد الهادي بن ناصر آل شايق المركز الثالث، تصلنا فيه مشاهدينا الكرام العنود لمتعب بن عبد الله آل فهيدان المركز الرابع، وصلت في المركز الرابع اسياد لجار الله بن محمد بن عقيل المركز الخامس.
مسناد تصلنا في المركز الخامس لحمد بن صالح بن جرحب المري. اذا نهني كل الاخوه الفائزين، حظا اوفر لمن لم يحالف الحظ. تهانينا لكل الاخوه الفائزين ايها الاخوه، ولكن نهني نزف الثانيه مخصصه الى مالك مزنه. مزنه مشاهدينا الكرام تقطع المسافه في 5 دقائق ثانيتين 12 جزء من الثانيه الثانيه نزفها. نرجو من مخرجنا ان يعطينا المركز الاول. هذه مزنه المملوكه للسيد عبد الهادي بن ناصر الشايق، بينما ننتظر الاعاده للمركز التي تشاهدونها على شاشه التلفزيون المملوكه لفيصل بن طالب بن شريم. ننتظر واياكم التوقيت الزمني التي قطعته من مسافة 3 كيلومترات. التوقيت الزمني